ينطلق منتدى الإعلام العربي لهذه السنة وبجعبته الكثير من الموضوعات التي تعنى بواقع ومستقبل الإعلام في الوطن العربي. لذلك نحن متواجدون في نادي دبي للصحافة لنكتشف ما ستحمله النسخة 20 من هذا المنتدى. في ضوء ما يمر به العالم من متغيرات متعددة تنعكس على المشهد الإعلامي، تنعقد أعمال الدورة 20 من منتدى الإعلام العربي بأجندة متنوعة بحضور ومشاركة نخبة من الساسة والكتاب والمفكرين وصناع الرأي والخبراء والمتخصصين وقادة أهم المؤسسات الإعلامية العربية والعالمية. ولنقف أكثر على ما يميز هذه الدورة، توجهنا بأسئلتنا إلى الدكتورة ميثا بحميد مديرة نادي دبي للصحافة. في هذه الدورة هنركز على مواضيع شائكة ولكن تهم الوطن العربي، تهم الشارع العربي. بعد انقطاع سنتين من بعد جائحة كورونا أكدت لنا هذه الجائحة أهمية الإعلام ودور الإعلام وتأثيره، سواء كان على ثقافة المجتمع أم على القطاعات الحيوية التي نعمل ونحن نعمل فيها، ودور الإعلامي في توصيل مهمته ودوره في عمل نقلة نوعية في ثقافة المتلقي. هذا ويعد منتدى الإعلام العربي من أكبر اللقاءات السنوية وأهمها للقائمين على قطاع الإعلام والمسؤولين عن صياغة محتوى، حيث يجتمعون سنويا للتواصل وطرح الأفكار لتحليل المشهد الإعلامي ومناقشة التحديات التي يواجهها وتحديد أسلوب التصدي لها ومعالجتها. الوسائل تغيرت، الوسائل اختلفت، فعندك انت المتلقي، ثقافة المتلقي اختلفت. انا صراحة اشوف ان الاعلام بجميع وسائله، جميع هذه الوسائل تعمل لخدمة المتلقي. وقد تميزت هذه الدورة بطرح جائزة جديدة تضاف الى جائزة الصحافة العربية. اصبحت الجائزة اكثر شمولية بإضافة قطاع الإعلام المرئي إلى جانب الإعلام الرقمي، بالإضافة إلى وجود جائزة الصحافة العربية اللي بدت من عام 1999. هذا وتولي دولة الإمارات أهمية كبيرة لقطاع الإعلام وتمكين العاملين فيه. إذا رجعنا 20 سنة وراء، 20 سنة بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد الله يعطيه الصحة والعافية، وجه أن نوجد نادي للإعلاميين تحت اسم نادي دبي للصحافة، وجه بإيجاد منصة تجمع الإعلاميين تحت اسم منتدى الإعلام العربي، وجه أن تكون هناك مدينة للإعلاميين، مدينة دبي الإعلامية. فهذا التوجه جاء من فكر عميق لأهمية المهنة، أهمية المؤسسة والعاملين فيها. وقد وصل فريق عمل المنتدى لأشهر الأعداد لهذه الدورة بالتعاون مع المؤسسات الإعلامية للتوصل إلى آليات واستراتيجيات للمرحلة المقبلة لتعزيز دور الإعلام وسيلة فاعلة من وسائل تطور المجتمعات.